تبدو الحياة طبيعية في أسواق مدينة رام الله، حركة تجارية نشطة مع إجراءات سلامة محدودة يراعيها بعض المواطنين، وكثيرون لا يكترثون لا بتباعد ولا كمامة. فيما أعلن الرئيس محمود عباس للمرة الثالثة منذ بداية آذار الماضي حالة الطوارئ في البلاد، في إجراء يهدف لتسهيل مهمة الأجهزة الأمنية والصحية لمواجهة المرض. بينما ترفض غالبية القطاعات الاقتصادية مبدأ العودة لسياسة الإغلاق الشامل بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها. موضوعنا انتهى، مفيش شغل نهائيا، ولا بني آدم بتحداك لف كل مدينة رام الله، كل الضفة الغربية الكل بشكي، ولا بني آدم يتحمل يسكر يوم. هلا طوارئ مددوها، بس بتوقع إغلاق، ما حدا يغلق. في غزة يسوء الوضع يوما بعد يوم، فيروس كورونا ينتشر بوتيرة عالية، مواطنون يشكون من تصرفات شرطة حماس العنيفة أحيانا في فرض حظر التجوال والحجر، وآخرون يناشدون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وزارة الصحة التدخل لإنقاذهم. يا عمة اطلعوا للناس وقولوا يا عمي احنا ما فيش عندنا خطة للطوارئ. واحد ورا واحد وزارة الصحة تواصلنا معكم من امبارح واول امبارح والاسبوع، نتواصل معكم على انهم يجي ينقلوهم. الاسبوع هاي حالتنا، هاي اطفالنا، شايفين اطفالنا كيف؟ في القدس ومناطق الداخل، صنفت الحكومة الإسرائيلية عدة أماكن بأنها مناطق حمراء وسوف يتم حظر التجوال بها، غالبيتها تجمعات فلسطينية. ويخشى مراقبون أن يكون حجم انتشار الفيروس أكثر بكثير مما هو معلن، إذ أن وزارة الصحة قللت من حجم الفحوصات اليومية، والتي تكون إما لمصابين أو مخالطين من الدرجة الأولى فقط. مع انتشار فيروس كورونا في معظم المدن والقرى الفلسطينية وتسجيل حالات وفاة يومية، بدأ الناس يستشعرون خطر هذا الفيروس، ومع ذلك لم ينعكس هذا الشعور على تصرفاتهم. ما زال هناك أفراح وأطراح وتجمعات، ما يفسر الازدياد المضطرد لعدد الإصابات يومياً. عبد الحفيظ جعوان، الحدث، الأراضي الفلسطينية.